الحالات يعني تتزايد، ويبقوا الحالات المعقدة تصل المستشفيات، ويبقوا مع الأسف نسبة منها يعني نعدوها من بين الضحايا والموتى. وبالمناسبة نترحم على كل ضحايا هذا الوباء بما فيه من المهنيين، أطباء كانوا ولا شبه طبيين ولا أعوان. العودة إلى سؤالك، نقول بلي هذا شيء ضروري، يعني شيء اللي راه يدير فيه السلطات، وهي بإرشادات ولا بتوصيات من الجهات الوصية أو الجهات الصحية. نتكلم على الخلايا اللي تم تنصيبها على مستوى مركزي، على مستوى ولائي، على مستوى محلي في المؤسسات الصحية، هي تتابع في الوضع الوبائي هذايا، تستشف ولا تقرأ من خلال، لأن لازم نقول هذا في بلادنا وفي بلدان كذلك أخرى، رانا نتعلم مع هذا الفيروس الجديد والظاهرة هذه اللي راهي اليوم، هذه الجائحة ولا البانديمي هذه، خلات كثير من خلاتنا نراجع على مستوى التفاعل، على مستوى التعاطي، على مستوى التنظيم، على مستوى يعني الممارسة، خلاتنا يعني نراجع كثير من الأمور. نظن اليوم الحجر الجزئي اللي يعني تم إعادة النظر في توقيته، لأنه كان موجود في هذه الولايات الكل، ولكن كان يبدأ من 7 تاع العشية ل 7 تاع الصباح. اليوم من اليوم راح يولي من 3 تاع العشية، دونك دخل ديجا تطبيقه حتى غدو مذاك على 7 تاع الصباح، هذا راح يقلص يعني بصفة لاباس بها الاحتكاك بين المواطنين، الخروج، التلاقي، وكل ما يخرج المواطن، كل ما يتحرك راه ينقل معه الفيروس من مكان الى مكان، من شخص الى شخص، من مجموعه الى مجموعه. وهذا اللي كيفاش نقولوا، هذا هو الهدف من الحجر. احنا نشوفوا اليوم انه بالدرجه الاولى ولايات الطوق، يعني الطوق على ولايه البليده هي اللي راهي معنيه كثيرا، لما نتكلم على تيبازا، لما نتكلم على بومرداس، نتكلم على ولايه الجزائر، ونتكلم كذلك على ظهر ولايه البليده وهي ولايه المديه، الى جانب ولايات اخرى كما تيزي وزو، كما عين دفلة وبجاية. إذا ولاية الطوق هي بالأساس هي اللي راهي معنية مباشرة، ونظن باللي السلطات راهي رايحة في تدرج، رغم أنه على احنا على مستوى الصحي احنا نقولوا باللي يجب أن نسرع، يجب أن تكون برتم أكبر سرعة. السلطات ترى أنه في التجربة تاع الحجر الكلي اللي راهي هي مطبقة في البليدة منذ أكثر من رانا دخلنا 10 أيام، يعني خلات إسقاطات على مستوى التنقلات، على مستوى توفير المواد الضرورية لاستهلاك المواطن، على مستوى النشاط التجاري. ونظن أنه التجربة اللي راهي في ولاية البليدة راح تسمح للسلطات باش يدير إجراءات استباقية، وتكون أكثر تكون فيها أكثر نجاعة، أكثر تنسيق لتفادي ما حدث ولا ما يحدث في البليدة. أستاذ ياس مرابط، هذا تقريبا ما يدعونا إلى تساؤل نوعا ما، لماذا لم يطبق هذا الحجر الصحي الشامل في العاصمة مثلا، لأنه عدد الإصابات بالفيروس أصبح نوعا ما مرتفع، وتخوف الكثير من الجزائريين من نفس سيناريو البليدة. اليوم السلطات العمومية قامت بهذا الحجر الصحي الشامل على ولاية البليدة، وكانت فيه نقائص في بداية الأسبوع الأول، ولكن نوعا ما تم تدارك هذه النقائص. هل تجربة اليوم التي مرينا بها في البليدة اليوم تدعو على أننا نعجل نوعا ما في الذهاب إلى هذا الحجر الصحي الشامل؟ البعض يقول أنه من 7 مساء إلى 7 صباحا لم يكن كافيا، البعض الآخر اليوم حتى هذا الإجراء الأخير الذي دخل منذ ساعة تقريبا بداية من 3 زوالا، يقول البعض الآخر أنه حتى مثل هذه الإجراءات ليست كافية نظرا لعدم الانضباط في الكثير من المناطق الموجودة في العاصمة. صحيح، إذا كان ناخذوها من الزاويه الوقائيه الصحيه، يعني من منطلق صحي علمي، غير كافي، ويجب ان الحجر يكون حجر تام شامل حتى في هذه الولايات، ولكن بترتيب كثير من الامور، يعني بتنظيم احسن. وش اللي كنت سبقت وتكلمت فيه، يعني عشناه في ولايه البليده، وانا شخصيا أعيش بهذه الولاية في مدينة مفتاح بالضبط، هي تبع ولاية البليدة، وأعمل في هذه المنطقة بين مفتاح الأربعة بوغارة، وشايفين أنه اليوم يعني الوضع يعني تحسن نوعا ما على الشيء اللي كان في بداية الحجر لما دخل التطبيق. تكلمنا على مشاكل كانت متعلقة بتنقل الناس حتى المهنيين تاع قطاع الصحة، النقل غير متوفر لكثير من المهنيين اللي كان لازم يلتحقوا بمكان العمل تاعهم ماشي بالضرورة في قطاع الصحة كذلك، وتوزيع الموارد يعني الاكل، المواد الغذائيه عفوا، وتنظيم هذا النشاط التجاري بحيث انه يوفر
ما يجب توفيره للمواطن، ولكن كذلك ما يخلقش ضغط كبير وما يخليش يعني الناس يعني تجتمع في 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 مكان واحد. وحنا رانا نتكلم على التباعد الاجتماعي المجتمعي، على ديستانسياسيون، رانا نتكلم على شروط الوقايه، ورانا نتكلم على الحجر، انه الناس تلتزم منازلها ولا تخرج الى الضروره القصوى. نظن هذا علاش راني نقول نتمنى انه الشيء اللي صرا في ولايه البليده راح يكون درس لنا كل احنا باش ننظم امورنا احسن لمستوى قطاع الصحه، ولكن درس للسلطات في مختلف القطاعات باش تكون اكثر نجاعه. هي فيه مجهودات راهي تبذل، ما نقدروش نقولوا العكس، ولكن نظن انه يجب ان نرفع من الوتيره، نرفع كذلك من مستوى الاداء، ونرفع خاصه على مستوى التنسيق اللي شفنا انه في على هذا المستوى يعني التنسيق بين مختلف القطاعات فيه كثير من الهفوات وفيه كثير من الاخطاء. اذا المغزى ولا الهدف من الحجر في مثل هذه الحالات انه يكون حجر كلي، يكون حجر شامل وحجر كلي، ولكن لازم نوفر له شروط النجاح نتاعو. من بين الشروط هي يعني تعاملنا كهيئات، تعاملنا كمؤسسات، كقطاعات، باش نخلي المواطن يطمئن انه يعني ظروفه الاجتماعيه لن تسوء كثيرا. هو على باله، على المواطنين فاهمين باللي رانا في وضع غير عادي استثنائي، وراح تكون اسقاطات سلبيه على الحياه بصفه عامه، ولكن قابلين الناس يضحيوا باسبوع اسبوعين الشهر نتاع حاجه باخف الاضرار، ولكن يجب ان نتحرك اكثر وننسق يعني بطريقه احسن. استاذ الياس مرابط يبقى معنا، فقط سنتطرق الى بعض القضايا الاخرى التي تتعلق ايضا بالبروتوكول العلاجي كلوروكين الذي اصبح اليوم يعطي نتائج لا باس بها على مستوى الحالات التي اصيبت. وفي خبر اخر، وصلت اليوم الاحد اول طلبيه لوسائل الحمايه من فيروس كورونا المستجد للجزائر العاصمه قادمه من الصين، وتتكون الطلبيه من 8.5 مليون كمامه من نوع 3 طباقات موجهه للاطباء. وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد حاضرين في استلام هذه الطلبية التي قدمت على متن طائرتين تابعتين للجيش الوطني. وفد جراد أن الجزائر ستستلم خلال الشهر الجاري كميات أخرى تصل إلى 100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الأطباء، كاشفا على أن الطلبية كلفت ميزانية الدولة أكثر من 4 ملايين دولار. كما تلاحظون هناك طائرتين من جيش الوطني الشعبي قد أتت من جمهورية شعبية للصين بمنتوجات لها علاقة بأزمة كورونا، منها إذا سمحتم ذكر 8,500,000 كمامة ذات 3 مطويات وقناع أو أقنعة من نوع FPP2 خاصة بالأطباء. كلفت الميزانية للبلاد 4,950,000. ففي شهر أفريل يعني في الأسابيع الآتية إن شاء الله 100 مليون من الكمامات، مليون لباس كلي مخصص لسلك الأطباء، 20,000 مجمع للكشف ما يسمى بالكيت دو ديبيستاج، و20,000 مجمع لنقلها لكيت دو ترانسبور. وفي سياق ذي صلة، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإطارة الرئاسة التبرع بشهر من رواتبهم في إطار حملة التضامن لمواجهة أزمة كورونا. وأوضح بيان عن رئاسة الجمهورية أمس أن الخطوة تأتي كمبادرة ضمن الجهود الوطنية للحد من أثار الأزمة الصحية على المواطنين، وستضخ التبرعات في حسابات التضامن COVID-19 المفتوحة لهذا الغرض. في ذات السياق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحويل ما قيمته 400 مليار سنتيم من نفقاتها الاحتياطية لميزانية وزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية قد وقع مرسوما رئاسيا يقضي بتحويل ما قيمته 370 مليار من ميزانية التكاليف المشتركة المسجلة في نفقات الاحتياط إلى ميزانية
في التسيير لوزارة الصحة، كما وقع رئيس الجمهورية مرسوما ثاني يقضي بتحويل 38 مليار سنتيم من ميزانية نفقات الاحتياط إلى ميزانية التسيير لوزارة الصحة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. حبيت نداء قوي وخطير، احنا رانا في جهاد، رانا في حرب، حرب بكتيريولوجيكية. عندنا فيروس جاء من الخارج يتنقل بسهولة من شخص لشخص ويقتل. نعم. احنا مالاش راضيين الا او بالعدد نتاع هذو المصابين، ومالاش راضيين بهذو الوفيات. كل جزائري يتوفى نتأسفوا حنايا. أستاذ الياس مرابط، تابعنا منذ قليل تصريح لوزير الصحة كان تكلم عن التكفل بالحالات الصحية، هل ترى اليوم أن هذا البروتوكول العلاجي، وأصبحنا اليوم نشهد في الكثير من المستشفيات وحتى تصريح للكثير من الأطباء المشرفين على علاج المرضى من خلال هذا البروتوكول، أنه اليوم أصبح يعطي فعلا نتائجا إيجابية ونوعا ما فيه طمأنة؟ حتى تابعنا أمس على التلفزيون العمومي خطاب الوزير وزير الصحة كان صريحا جدا فيما يتعلق بالبروتوكول العلاجي. لا صراحة هي هذا البروتوكول، أولا أنا من هذا الباب نحيي المبادرة اللي كانت باسم السلطات الصحية في بلادنا واللجنة العلمية اللي أعطت الضوء الأخضر قبل بلدان أوروبية، يعني كانت تتردد وبعد يعني دارت نفس المسار وخذت قرار أنها تستعمل نفس البروتوكول. يعني احنا نقول في هذه النقطة هذه أنه يعني خذينا استباق. شيء مليح كذلك على مستوى البروتوكول في الجزائر أنه ماشي مثلا كما في فرنسا، في فرنسا هو موجه إلى الحالات المعقدة والمعقدة وفقط وفي المستشفى. احنا في الشيء اللي معمول به في بلادنا هو انه نبداو به عند المرضى قبل ما تتعقد الحاله نتاعهم، وفيه كذلك بعض المصالح يعني شايفين انه حالات ماهيش بالضروره يعني تبقى في المستشفيات، لازم لها تحاليل مخبريه ديرهم، لانه الانسان كي ياخذ هذه الادويه مثل الكلوروكين وادويه اخرى يعني مضادات حيويه تمشي معها بما فيه الزنك بما فيه الفيتامين سي، يعني نديروا عندهم تحاليل مخبريه باش نعرفوا انه الحاله نتاعهم تسمح باش نستعمل عندهم هذه الادويه. وفيه كذلك ما يسمى بلافي كارديولوجيك، يعني بيقول لازم راي نتاع طبيب مختص في امراض القلب، ونديروا لوتراسي الكتريك لو سي جي، يعني يعرفوه المرضى ويعرفوه المهنيين باش نشوفوا اسكو ما كانش يكون يعني شيء يمنع استعمال هذه الادويه، لانها ممكن تكون عندها مضادات يعني مضاعفات عفوا على القلب. اذا كل المرضى هنا في الجزائر في اللي راهم في المصالح وحتى مرضى موجودين في ديورهم، ولكن يعني الاطباء اللي يشرفوا عليهم خذوا قرار انهم يبداوا لهم هذا العلاج ويبقوا تحت المراقبه، وشايفين انه المعطيات الاولى يعني النتائج الاولى في بني بسوس ولا في مصفى باشا وحتى في المستشفى نتاع في بليده في مصلحه يعني الامراض التنفسيه واللي راهم يتكفلوا بهذا المرضى وهم مشكورين زملائنا، يعني الكل راهم يقولوا انه فيه نتائج جد مشجعه جد مرضيه وهذا يبشر بخير. ولكن نبقاو كذلك نقولوا للمواطن انه الحل عندنا في مستوانا حنايا يعني مستوى المنظومه الصحيه نتاعنا وامكانياتنا ماهوش في العلاج، يعني نعطوا صوره وكانه نطمئن الناس يعني العلاج موجود، اذا لا داعي للحجر الصحي. نحن اكثر استاذ الياس مرابط نطمئن الناس المصابه بهذا الفيروس انه هذا البروتوكول العلاجي ممكن ان يساعدهم من التخلص والشفاء العاجل من هذا الفيروس، ولكن الناس اللي ما عندهاش هذا الفيروس يبقى دائما الامر يتعلق بالتوعيه والتحسيس وهو الوقايه من هذا الفيروس قبل ان نصل الى مثل هذه البروتوكولات العلاجيه. مالك بارك الله فيك، انا حبيت نركز على هذه النقطه لان مهمه جدا، لانه ما لازمش نعطوا انطباع وانه يعني في علاج وراه يعطي نتائج مليحه، اذا الناس راح تتراخى على مستوى هذا يعني ما تلتزمش، يعني سواء يعني كافراد ولا كعائلات ولا كمجموعات نعطوا الانطباع وانه ما فيش خطر وان لقينا علاج. العلاج هذا صحي يحسن من ظروف يعني الحاله المرضيه، يحسن الاعراض،
ولكن ما هوش هذا هو العلاج 100% تاع تاع هذا الانفكسيون هذه. العلاج نتاعها هو عن طريق التلقيح ولا يعني اللقاح لو فاكسان. ولو فاكسان البحوث ولا الابحاث راهي جاريه في عديد من المخابر في الدول المختلفه، ولكن الكل يعني يقول نفس الشيء انه مش ممكن يوجد لقاح الا بعد تقريب بحوث نتاع سنه، لانه لازم تجارب ولازم كثير من الامور باش نتحقق من نجاعه الفاكسان وما يكونش عنده اعراض كذلك. نعم. يعني خطيره على صحه الانسان. استاذ الياس مرابط يبقى معنا، فقط تربط الاتصال الان بسيد سفيان نشمه مدرب اتحاد البوليدة الذي كان اصيب بهذا الفيروس وخضع لبروتوكول العلاج بالكلوروكين وتعافى من هذا الفيروس، نحمد الله على سلامته. كوتش هل انت معي؟ كوتش هل تسمعني؟ سي سفيان نشمة هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع، سنعيد ربط الاتصال بالسيد سفيان نشمة، قلت مدرب اتحاد البوليدة الذي تعافى من فيروس كورونا بعد خضوعه للعلاج بالبروتوكول العلاجي الكلوروكين، وهو حالة من كثير من الحالات التي اليوم تعافت من هذا الفيروس. ولكن يبقى دائما الرسالة التي نوجهها للمواطنين هو الحذر ثم الحذر، الوقاية قبل أن نصل إلى العلاج بمثل هذه البروتوكول، لأنه في الإصابة بهذا الفيروس أيضا فيه مشكل العدوى الكبير الذي تنتقل دائما عبر المجموعات بين الأشخاص. يبدو أن الاتصال تم ربطه بالأستاذ سفيان النشمة مدرب اتحاد البوليدة. أستاذ سفيان هل تسمعني؟ مساء الخير. نعم مساءك سعيد والحمد لله على سلامتك سيد سفيان نشمة بعد تعافيك من هذا الفيروس فيروس كورونا عن طريق العلاج أو بروتوكول العلاج كلوروكين. سيدي الكريم ببساطة كيف اليوم تشعر يعني من الجانب الصحي بعد أن تم معالجتك عن طريق هذا البروتوكول العلاجي الكلوروكين؟ شكرا. مساء الخير أخي الفاضل ومساء الخير الإخوان المشاهدين المشاهدات والمستمعين والمستمعات. مساء الخير الأخ الفاضل اللي متواجد معك أظن أنه الأستاذ ياس مرابط. الأستاذ ياس مرابط، بالنسبة للعلاج صراحة يعني نحن في منذ أن تلقينا يعني البروتوكول العلاج هذا في تحسن من يوم إلى آخر. كل المصابين في مستشفى القطار تتحسن الحالة تاعهم منذ مجيئي إلى هنا تقريبا 10 أيام، في حالات يعني اللي يعني كل يومين أو ثلاثة في حالات اللي الحمد لله سلبية واللي تعافت، يعني كان موجود حتى رضيع نتاع ضمن 14 شهر ولا يعني عام ولا عام ونص اللي تعافى ويعني دخل هو والوالدة نتاعه. اذا انا نقول البروتوكول راه يمشي، ما نعرفش اسكو الرياكسيون تاع الجسم هي اللي راهي الكيبر ولا البروتوكول اللي راهي ينقص من لي شارج لا شارج فيرال تاع الفيروس هذا اللي بتواجد، وهو تقريبا ما يجمع عليه الأطباء والمختصين وأنه هذا الدواء يساعد على مكافحة الجسم لهذا الفيروس، وفيه أيضا الانتيبيوتيك لازيتروماكس اللي بدوره هو يساعد، يعني هذا الثنائي يساعده باش تنقص هذا الشارج، ولله الحمد والشفاء من عند الله ودعاويكم إن شاء الله. أستاذ سفيان الكثير من المواطنين تقريبا وللأسف لا يدركون حجم خطورة هذا الفيروس وأيضا معاناة مع هذا المرض، البعض ذهب حتى إلى القول أنها تقريبا تعتبر إنفلونزا موسمية نوعا ما فيما يتعلق بالأعراض، هل فعلا لديها تقريبا نفس الحدة مقارنة بإنفلونزا عادية؟ أظن أنه أستاذ سفيان أنت كنت أصبت من قبل بالإنفلونزا الموسمية، هل فيه مجال أصلا للمقارنة ما بين كورونا وهذه الإنفلونزا الموسمية؟ إنفلونزا الموسمية ما تقتلش، هذه تقتل. يعني لما تقول لي الأعراض نتاع السيندروم غريبال يعرفها العام الخاص،
في بداية الأمر هذه هي الأعراض صراحة، يعني الليموتات الكورباتور، سمحوا لي تقولها بالليموتات الكورباتور، السعال هذا وال بسكي إنكسبليكي سيكو. بما أنه إحنا رياضيين يعني إحنا نديرو التريكوتيديا والبيكوتيديا، يعني ندربو زوج خطرات في اليوم وثلث خطرات في اليوم. لفاتيك نتاع لونترينمون سبورتيف نعرفها مليح. صدقني أخي الفاضل أنه عمري في حياتي إلى حسيت بأن فاتيك ستون فاتيك إنكسبليكي، يعني تعب اللي ما تقدرش ترفد صبعك. هذا هو الشيء الكاركتير نتاع هذا الفيروس اللي ما نعرفوش. أنا نظن حتى لي بروفيسور اللي راهم ديفول يشوفوا يتعلموا حوايج كي بدنا احنا، ولكن الشيء اللي ننقلوهم احنا يعني نتكلموا لو ميم لونغاج. الناس اللي تقاسم بهذا الفيروس تتحدث وتتكلم على لو ميم لونغاج. شوف سبحان الله انا راني متعافى الحمد لله، تفكرت برك راني جديد راني بديت ما نشد نفس مليح، يعني غير تفكر برك. دونك جو بونس كو يفو بروندر تري زو سيريو هذا الوباء هذا، يفو بروندر يعني تري زو سيريو بهذا الوباء هذا. سي سفيان نشمة، فيه نوعا ما أيضا الكثير من المواطنين تقريبا ممن نقلوا نوعا ما حالتهم المصابين، نتكلم هنا عن المصابين بفيروس كورونا في الكثير من المستشفيات. البعض يقول أنه كانت فيه نوعا ما رعاية صحية لا بأس فيها في الكثير من المناطق، ولكن كنا لاحظنا أيضا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المصابين اللي قالوا أنه حالة الرعاية الصحية، ونعرف كنا نحن لا نغطي الشمس بالغربال، ولكن المنظومة الصحية في الجزائر نوعا ما هشة. هل ترى اليوم أنه من خلال تجربة اللي مريت بها أستاذ سفيان شمة، أنه اليوم نوعا ما في ما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا فيه رعاية لا بأس بها بالمقارنة بما نعرفه عن منظومتنا الصحية أيضا؟ كما يقول لك on pouvait faire mieux. شوف احنا رانا نشكر جميع الناس اللي راهي الطبي والشبه طبي اللي كانوا وراهم مازالهم واقفين معنا 24 ساعة على 24 ساعة. يعني كيش يقولوا هاد الأطباء وهاد الزنفرمي اللي راهم متوفرين حاليا وراهم واقفين علينا يلسدون أفون، هذا شيء إيجابي جدا. ولكن سلبيات الكورونا للأسف شديد، للأسف شديد، وهذا راني نتكلم على لسان بعض الأطباء ولسان بعض الانفيرمي وانفيرميير الحولة وليزاجونتي اللي راهم واقفين علينا. للأسف فيه الكثير، هذه موجودة عبر العالم، فيه الكثير من الأطباء وفيه الكثير من الانفيرمي اللي زون رفوزي الكورونا، يزون رفوزي دو ترافاي في الكورونا. يعني ما نقولكش بخوف، ولا كل واحد عنده الأسباب نتاعو، ولكن فيه ناس اللي راهم اللي كاين دي صال هنا اللي راهم فارغين، اللي راهم ما فيهمش ديلي، اللي راهم ما فيهمش كاين يعني كيما لي بافيت ما كاش بار اكزومبل. كاين ناس راهم اي سون بري افير دي دون. حنا عندنا اصدقاء اللي كلمونا ويقولوا لنا اوني بري افير دي دون اي ايكيبي هاد لي صال. استاذ سفيان نشمة فقط استسمحك، نخرج فقط فاصل قصير ثم نعود ونواصل نقاشنا.